عبد الله جميل مندوب الجهوي للهيئه المغربيه للتطوع بجهاز فاس بكناس، الان تواجدت بجامعه اسكاون من خلال القافله التضامنيه التي تنظمها الهيئه المغربيه للتطوع، وهي القافله الثانيه بعد ما كنا في جامعه تمكجونت، الان نتواجد بجامعه اسكاون التابعه لاقليم تالودانت. القافله التضامنيه التي تنظمها جمعيه التراث لتجار الملابس الدروج الملكيه بفتح والهيئه المغربيه للتطوع بجهاز فاس بكناس بترخيص من السلطات المحليه بمدينه فاس، وبالتعاون وبشراكه مع المندوبيه الاقليميه او المندوبيه الاقليميه للتعاون الوطني بجهه فاس مكناس، وكذا المنسقيه الاقليميه للتعاون الوطني بتالودانت، وكذا جماعات اسكاون. اذا لفائده متضرري زلزال الحوز تالودانت اللي صراحه كيعيشوا واحد الوضع اللي هو الكل المغاربه كيعرفوه، ونحن دائما وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الدعم والمساندة لهذه الفئة اللي تضررت بشكل كبير من زلزال ديال 8 شتنبير إلى أن يتم الإعمار بحول الله عز وجل. الشكر موصول لجامعة أسكاون بكل طاقمها، وبالشكر موصول للسيد رئيس الجامعة على حفوة الاستقبال وعلى كل شيء بدلو من أجل استقبال القافلة التضامنية. الشكر موصول كذلك لتجار بفتوح اللي صراحة بدلو واحد المجهود كبير من أجل أنه باش تستافد القافلة من هذه العملية التضامنية، واللي استفدوا منها 18 دوار ب 920 أسرة، وكذلك دار الطالب والطالبة اللي كتواجد كذلك في جامعة أسكاون، والمدرسة التعليم العتيق اللي كتواجد بنفس الجامعة. إذن الحصيلة ديال هاد القافلة التضامنية فقط 13000 الكسوة، إضافة إلى الأغطية، إضافة إلى الأفرشة، الأواني المنزلية، ألعاب الأطفال، حصائر خاصة بالمساجد، يعني مجموعة من الوسائل اللي يمكن يحتاجوها اللي غتوقيهم يعني الحر ديال البرد والشتاء، وخصوصا ان هذه القافله التضامنيه جاءت يعني مع ابتداء موجات البرد والشتاء، واللي كان الشعار ديالها شتاء دافئ لمتضرري زلزال الحوز تالودانت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه. معكم عبد الرحيم سلاوي، الكاتب العام ديال جمعيه التراث الدروج الملكيه بفتح. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. قامت هذه الجمعية بتنسيق مع الهيئة للتطوع بعدة رحلات، وكانت واحد الخرجة اللي ديال سميتو خرجة ديال تالودانت اللي استفدوا منها أيضا تقريبا 18 الدوار جماعة اسكاون تالودانت. اول حاجه بعدا كنشكروا الهيئه المغربيه للتطوع وحتى جمعيه التراث للتجار على هذه المبادره هذه اللي استفد منها تقريبا واحد 18 دوار، اللي كان مقرر في الاول انها تستفد واحد 10 ديال الدوار، ولكن الحمد لله مع الفائض ديال الملابس والفائض ديال يعني المنتوجات ولات استفدت 18 دوار، وانا واحد من الدوابر اللي كانوا ما محسوبينش في الاول، والحمد لله مع الكثره والوفره ديال المنتجات الحمد لله راه استفدنا حنا، وحنا باسمي وباسم الدوار ديال اكراكال اللي فيه واحد 34 اسره تقريبا. كنشكركم وكنشكركم بزاف، وهذه مبادره نتمنوا انها تعاود ان شاء الله في القريب العاجل، وكنشكر المحسنين اللي من وراء هاد الناس هادو، والناس حتى هما هاد الناس اللي تكبدوا العناء ديال السفر اللي ماشي سهل من فاس حتى لهنا واحد ما عرفتش شحال 1000 تقريبا كيلومتر يمكن. المهم الله يجزيكم بخير، الله يجعلها في ميزان حسناتكم كاملين، والله يكبر بكم، الله يكثر خيركم. هاد الحمله التي استفاد منها تقريبا 860 اسره على صعيد الجامعه التي همت 10 دواوير، والحمد لله انه تمكننا من تغطية هاد 10 دوار وضفنا دواوير اخرين على سميتو. الحمد لله الخير راه موجود، كل شيء استفد، ونتمناو ان الخير يعم الجميع، وشكرا مجددا للهيئة الوطنية للتطوع ولجميع التجار. السلام عليكم، بعدا كنشكركم على المبادرة هذه، على الناس اللي استفدوا.
انا عضو في الجامعه وفي نفس الوقت في الضوارد عمر علي، وعندي ثلاثة دواوير مستفدين على تقريبا 34 50 على 100 اسره، يعني بحال اللي قلتي 184 اسره. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا نقدم لكم راسي، رئيس جمعيه اتران للتنميه والتعاون جماعه اسكون دوار تمسكسيت. اولا كنشكر يعني جمعيه التراث لتجار الملابس فاس والهيئه المغربيه للتطوع على البادره الطيبه وعلى الالتفاته ديالكم يعني الساكنه ديال المنطقه، خصوصا ان هذه المنطقه يعني تعاني من البرد في الشتاء وغير ذلك. بالنسبه لي استفدوا جوج دوار، واحد الدوار فيه 20 عائله ودوار اخر فيه 11 عائله. اذا كنشكركم مره اخرى، كنتمنى ان هذا الاحسان وهذا العمل يعني يكون متقبل من عند الله عز وجل بصفتي يعني جميع يعني الممثلين ديال يعني الدوائر. كنشكركم مره اخرى وشكرا جزيلا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.